مع حلول هذه الذكرى المريرة على كل عام طبعا يستذكر المواطنون فترة الاحتلال الغاشم على بلدنا الحبيب الكويت بكل ألم وحرقة. ما قدمه الشعب الكويتي من تضحيات في ملحمة أبهرت العالم أجمع، أضافة إلى ما قامت به دول الخليج والدول العربية من دعم للشرعية الكويتية أثناء فترة الغزو العراقي الغاشم. لنتابع. عندما يحل فجر الثاني من أغسطس من كل عام تحل معه ذكرى أليمة في نفوس الكويتيين مهما طال الزمن، لما اتسمت بقسوتها وبشاعتها ليرفض هؤلاء محوها مع كل عام يصادف ذكراها. طول ما احنا حيين ما راح ننسى اليوم الأكبر اللي شفنا فيه الهمجيين اللي دخلوا ديرتنا وخربوها ووسخوها وتلفوها وذبحوا شبابنا قدامنا. كل يوم نلاقي ضحية قدامنا محطوطة بالشارع، مرمية بالشارع. على الرغم من مرور 28 عاما تقريبا على الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت، يسترجع الكويتيون عامة وكبار السن خاصة أحداثا مؤلمة وقاسية لا تزال تحاصرهم. الغزو بحد ذاته أليم، يعني غزو دولة عربية تغزي دولة عربية بحد ذاته هذا شيء أليم. والشهداء اللي دمات والله يرحمهم، والناس اللي تعذبت، دولة يعني انهبت بيوم وليلة. كل ما يجي 2/8 خص بالليل انت ضايق أكبر ضيقة. ليش؟ لأن بكرة هو مال الغزو فانت ضايق. اتصل فيني واحد من أهلي قال لي لا تطلع، ترى العراقيين دشوا الكويت، وما صدقت وطلعت وشفت صراحة يعني الدبابات وشفت قتلة بالشوارع يعني ذاك اليوم من دولة جارة انزين شقيقة انها تدش تغزينا يعني بالكويت واحنا دولة مسالمة وشعب مسالم. ليس الكويتيون فقط من عاشوا هذا الكابوس، حتى المقيمون على أرضها ما زالت ذاكرتهم متشبعة بالعديد من الحكايات والقصص والمواقف. مروان محمد.